اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. عندي باك حر علمي وما عارفش باش نبدا. هذا الميساج جاني في الانستغرام دونك نجاوب عليه في هذا الفيديو. دونك نتلاقى مور الليل. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصه في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. مادام درتي باك حر سواء علمي سواء ادبي سواء اي شعبه كانت، فانت بديتي الهندسه ديال واحد المرحله دراسيه في حياتك. دونك اول حاجه تبدا بها، وهاد اول حاجه تبدا بها هي اللي بزاف واحلين فيها، مي غنعطيك بسهوله باش تبدا. اول حاجه هي السيلو والورقه، اول حاجه كيبدا بها اي واحد، كيبدا بها المهندس، كيبدا بها هذاك اللي غيصاوب الطوموبيل، كيبدا بها اي واحد باغي يوصل شي هدف. دونك اول حاجه السيلو والورقه، وغنقول لك شنو تكتب في السيلو والورقه اولا شنو تكتب في الورقه. دونك هذه اول حاجه. بالنسبه للورقه غادي تكتب فيها الدروس والمواد اللي عندك حسب الشعبه ديالك، والدروس ديال ديك المواد وتعلمها. بهكا غتبدا بالترتيب ديال شنو خاصك تبدا وباش خاصك تسالي، منين تبدا ومنين تسالي. عاد كيجي من موراها انك تمشي تقلب وتراجع، ماشي تبدا عشوائيا، حيت الا بديتي عشوائيا تقدر تكون ما غاديش مع الدروس بواحد الشكل اللي هو يعني منطقي بالنسبه لداكشي اللي كتقرا، حيت اي حاجه كنتي كتقراها فداك التتابع ما جاش من فراغ، فكتكون حاجه تابعه لاخرى، ماشي تكون داكشي عشوائي. وتقدر تشوف حسب الشعبه ديالك وتكتب المواد اللي خاصك تراجعها والدروس ديالها كذلك. كاين في جوجل تقدر تقلب على الشعبه ديالك وتشوف المواد ديالها وتشوف الدروس ديالها كذلك، وهكا كتكون تراسيتي في البداية كيفاش تبدا هذا المسار الدراسي اللي اختاريتي انك ديرو هذا العام. والله يوفقك. نتلاقاو في الفيديو الجاي. اللي مازال ما فولوونيش في الانستغرام يفولويني. نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء. اديوس.